يا ولي يا روجي يا ولي يا ولي يا ولي ما تضلني مساي يا 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 ولي يا ولي يا 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 مرة لا حول يا 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 ولي انا خليك البيت ده يا ولي يا روجي يا لا يا ولي يا مرة يا ولي يا ولي ما تروجي يا ولي انا خليك البيت ده اخليك البيت ده انا يا ولية دقيقة يا ولية ما تكون زيك يا ولية دقيقة ما أخليك بيها أنا أكون زيك بطلع بيتي ولا بيتك لكن السهل أنا ما أنا سكنتك فيه أنا اللي عرستك وحليت لك بورتك أسي كمارة ما كنت بايرة أستاهل أنا يا أنا ملبسك أحسن تياب بأكلك أحسن أكل في, 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 في بيتكم ما كان بتاكلي تطرديني يا أخي وجدت عليه هدومي طيب البدلة هنا أدري البدلة وجلابتي يا أخي ادينا البجامة النوم بيع ما عافي لك ما عافي لك لا ما عافي لك بس ما عافي علي مالك 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 انت مالك انت مالك المرة المرة طردتني من البيت برضو ايوه طردوك ولا شنو انا برضو طردتني يا اخي يا اخي طردتني انا غدير لا حول ولا قوة الا بالله انا عبد السلام انا لا حول ولا قوة الا بالله محمد رسول الله سنة كلها مطاردين ما نطقت طيب العكاز طقع ما لما جابت اجي يا اخوان هوي المسألة دي لازم نضع لها حد يا اخوانا لمتين النسوان دي يتحكموا فينا يا اخي نحن يكون عندنا قرار عرسناهم سكنناهم في احسن بيوت صح بنقرلون اولادهم في احسن مدارس ايوه لبسناهم احسن لبس بناكلهم احسن اكل يا اخي طردونا يا اخي جدعت لي هدومي يا اخي الشنطة يا اخي هنباك ما قدرت تديني ليها لازم نضع حد المسألة دي يا اخوانا انا قررت وقرار واحد اي زول فيكم مكتشن مرته يجيني بجاي عشان نحسم المزرعه دي اي زول مكتشن يجيني هنا يجي يميني المساله دي بتتحسم الليله على وجهي اي زول مكتشن مرته يجيني بجاي ده شو هيا هالراجل ده هي ها يعني انت راجل تاني مكتشن مرتك ها والله والله انا كثرت ما مكتشنه القومه دي غلباني